احنا جمهوريه اونلاين وبنعمل برنامج هيتعرض ان شاء الله في رمضان، اسم البرنامج يتحذر يتهزر. هنسال حضرتك سؤال، تمام؟ هنسال حضرتك فزوره، لو حضرتك عرفت تجاوب عليها تمام يبقى لك الجايزه، ما عرفتيش تجاوب عليها حضرتك مطالب ان انت تقول لنا نكته بتضحك. تمام؟ الفزوره بتقول ايه حضرتك؟ بتقول لك ايه اشهر حيوان على وجه الارض؟ مش عارفه بصراحه. في حاجات نازله جديده. مش عارف. مش عارف بس ممكن اقول لك نكته. او بصي الاجابه غير متوقعه، حضرتك اجتهدي في اي اجابه غير متوقعه. انا مش عارفه بصراحه. خلاص انا اقول لحضرتك على حل الفزوره وحضرتك هتقولي لي النكته اللي بتضحك. ماشي. هي الانفيد عشان هو لسه لحد النهارده لسه بشوكه. تمام؟ الاجابه الانفيد عشان لسه لحد النهارده بشوكه. هو ده احدث حيوان على وجه الارض. ايوه معلش. انا ما بعد اذن حضرتك عايز اسمع منك نكته تضحك. مش عارف. واحد يعني واحد بخيل قوي. واحد بخيل. فكل يوم لما بيجي يعمل الغدا وبتاع بيتطلع جاره ده من تحت يروح طالع عشان يتغدى معاه، كل ما يحط الطبليه يلقى جاره ده طلع، كل يوم يشم ريحه الاكل الغدا يروح طالع له، كل ما يطلع ايه يروح طالع له. طب يعمل ايه بقى؟ المهم جه في يوم قال لمراته ايه، انا مش عايزكوا مش عايز ده يطلع عندي. فالمهم جم في وقت الغدا قال لهم ايه اخلعوا بقى، يعني اخلعوا ملابسكوا كده والكلام ده كله. فجوه الغدا قعد يخبط على الباب طبعا مش عارفين يفتحوا. المهم دخل لهم ايه خالعين كلهم، قال له ده تنح بقى، قال لهم الـ 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 الاكل ده اللي بيتخلع له بسم الله الرحمن الرحيم، خلع هدوم كالح بقى. شرفتينا يا معلمه ونورتينا، واهلا وسهلا بحضرتك. طيبه حبيبي وانت طيب.